سألوه من أول ما بلشنا وهو البوليس سألوه أنا يعني كانت دكتور كانت صحيح من عدد الحكمة في سؤال زي هلا مرات من بلاقي ناس ناشين في المجال القطاع الخاص زي الجيسوي مرات بلاقي ناس ناشين في القطاع الحكومي زي مرجع الطيب أردوغان يعمل أكثر بس يعني كيف ممكن الواحد شخصيا يكون اللي يحقق نجاح في القطاعين مع بعض زي خبر مين قال انه انا بالقطاع العام؟ انا ابدا انا ما بدفع اصلا للقطاع العام ولذلك لما عينت على مجلس الاعيان استقلت اول فرصه استقلت فيها ومع انه كان شرف كبير اني يعينني جلاله الملك بس وجدت حالي في مكان انا غير لائق له الناس اللي موجودين فيه ناس خبراء في الحكومه وفي السياسه في مقابله على التلفزيون في الارشيف بتلاقيها التلفزيون الاردني مع انه هلا بطل حدا يشوف التلفزيون الاردني كله بيشوف رؤيا بس ذاك الوقت التلفزيون الاردني عملوا معي مقابله قالوا لي ليش ما بتقبل منصب حكومي لتخدم البلد قلت له هو اللي بيخدم البلد بس ال 30 وزير وال 100 نائب وال 100 عين هذه الامه كلها مش عم تخدم مين اللي قال انه اللي بيخدم هو اللي في الحكومة؟ اللي بيخدم هو كل من يؤدي عمل في البلد. أنا لا أقوم بأي عمل حكومي ولا إلي دخل في الحكومة ولكن أخدم المجتمع. وخدمة المجتمع تأتي مرات صورة انه أنا عندي دور، يعني لأني بخدمة المجتمع أن أقدم نصيحة للحكومة وللوزارات وبالذات كما ذكر قبل من خلال منتدى تطوير السياسات. احنا قدمنا اقتراحات كثيرة للدولة في السياسات وأخذ بها إنما نقدمها كمواطنين وليس بصفتي بأي منصب أنا لا أحمل أي منصب ولا عندي أي منصب أنا مواطن عادي يدوب أمشي الحيط لحيط وبخاف ما تلفت يمين وشمال ما حدا يضربني ما لي علاقة بالحكومة الحمد لله إني بعيد عن الحكم الواقف فورس انتم لكم مجال مع الدكتور انا حابب اسال الدكتور انا اخر سؤال احنا لما كبرنا الدكتور طلال كان احد الاشخاص اللي نعتبرهم قدوتنا وبالذات انه انا خلصت في المجال كانت مجموعه طلال أبوغزاله والدكتور طلال كان احد اعلام هذا المجال واللي ابدعوا فيه الدكتور طلال مين من الناس اللي بحياتك تعتبرهم كانوا قدوتك وتعلمت من مدرستهم واهم واحد فيهم واهم شيء حبيته فيهم انت عم تضحك لانك متوقع جواب مني ها لا مش حتاخذ جواب انا اقول انني تلميذ كل من قابلته أثر فيه وتعلمت منه وهذا بدون استثناء أنا لا أتكلم عن القادة والرؤساء وإلى آخره أنا أتكلم عن أي مواطن في أي مكان أثر علي وعلمني هاي الست اللي جابت لي صيغة تبعيتها قلت لي أنت محتاج فلوس عشان تبني الشركة خذ المجوهرات تبعيتي طب هذه علمتني شيء مهم علمتني انه في بالدنيا خير علمتني انه الواحد اذا اعطى بكون هو المستفيد علمتني انه الانسان يجب ان يساعد عندما يقدر على المساعده تعلمت منها تستغرب اخي احمد انه لا استطيع ان اسمي شخص انا تعلمت من كل الدنيا تعلمت من الزملاء اللي هم يعملوا معي تعلمت من الناس اللي اقابلهم من اصدقائي من كل الدنيا، تعلمت من مثلا الشيخ خليفه اللي هو رئيس وزراء البحرين اللي كان يقول لي دائما انا بستانس منك لانك بتكدرني. قلت له كيف يعني؟ قال لي انا بحبك لانك بتزعلني، قلت له كيف يعني؟ قال لي يعني انا اسمع كل المديح من كل من حوالي انه كل شيء تمام. انت تاتي لي وتقول لي في الموضوع الفلاني في مشكله وفي الموضوع الفلاني يحتاج الى حل الى اخره وهذا انا ما احتاجه انا مش محتاج ناس يقولوا لي انه انتم كل شيء حلو محتاج من يقول لي ان هنالك مشكله لكي استطيع ان احلها
لأنه واجبي كحاكم أن أعالج المشاكل، مش أن أسمع أغاني وطرب عن إنجازاتي وإبداعاتي. تعلمت منه أن هذا الرجل، أنك إذا قدمت نصيحة ورأي وكلام للمسؤولين في كل المستويات، إذا كان فيها خير وبطريقة إيجابية بيشكروك وبيعملوها. لم أجد حاكم في الأمة العربية كلها ولا بخارجها قدمت له اقتراح إيجابي ومدروس إلا وتقبله. بس علينا إحنا نبادر، وعلينا أن نكون عندنا جرأة أن نقول هذا غلط. ويمكن أنت بتتابع، إحنا كثير جريئين في انتقادنا لأننا نحب هذا البلد وبدنا إياه يصير بلد كويس. مش بدنا إياه يصير كويس بالشعر اللي بيكتبوه الصحافة، بدنا إياه يصير كويس بالحقيقة، لأنه نريد حقيقة هذا البلد أن تكون ما نسمعه في وسائل الإعلام، يصبح هذا هو حقيقتنا. بس أنا لازلت أوصل له، أنت كنت قدوتنا ولازلت قدوتنا وراح تضلك إن شاء الله دائما قدوتنا، وشخص دائما نتطلع إنه إحنا نتعلم منه ونكون ولو جزء مما هو عليه. هذا خلقك والله ما هو صحيح. العافية دكتور، ومحبين بنيابة عني فريق منصة زين للإبداع وعن فريق زين والشباب كلهم اللي موجودين معنا اليوم. نشكرك دكتور، انت اعطيتنا هذا الوقت، وهذا الوقت احنا بنعرف قديش غالي وثمين على الدكتور طلال. فنشكرك من الدكتور. ما عندي شيء، ما عندي شيء اعمله، فاضي عاطل عن العمل، وانت اكرمتني. خلص انجوز. أنا سعيد، أنا اللي أشكرك والله العظيم. أنا الدكتور طلال بحب التصوير برضه، أنا أعطي جائزة أحلى سيلفي مع الدكتور طلال، بس هو بيختارها يعني، موديل الصور هو بيختار الصورة. بس لازم تحطوها على تويتر أو إنستغرام، على سناب شات ما بعرف تويتر إنستغرام وفيسبوك. فشكرا كثير دكتور سيدي، وحضرتك مع الشباب أكيد عندهم وجه كثير على إبداعك. الله يخليك دكتور، الله يجزيك.